السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساءكم سعيد يا إخوان. هذه منطقة أخرى في مدينة لوزان السويسرية. هاد السيد هذا ناشط مزيان، داير الموسيقى ديالو. ما مسوق حتى واحد. هذه كتشوفها الخوت قنطرة فوق منا. انا تخينا هذا حيرني وصافي. شوف الخوت، هنايا كاينه ان بوبيل وكاين ان كونتينر، كونتينر اللي كيلوحو فيه الزبل تا هو. شوف الخوت، والشيء العجيب والغريب هو انه شوفوا هاد لا جون في جالسه من مور، يعني من موراها الكونتينر ديال الزبل وداكشي، وما كايناش الريحه، يعني جالسه ما كتشمش شي ريحه ولا سميت، يعني حتى من الكونتينر ما فيش الريحه. انا دابا واقف هنا نورمالمون خصو يعطيني الريحه، انا غنمشي حتى لحداه. انتما الخوت، انا جيت لحدا فيل دو لوزان ديشي دو فواري. انا دابا حدا نورمال ما خصني نشم الريحه الا كانت فيه. هذا بعض المسائل اللي كنعيشوها، كنبغي نتقاسمها معكم.
غير باش سميتها. هادي الخوت هاد الاسم هذا تي مسمى ديال واحد لابيبليوتيك كبيره كيجيو الناس يشريو فيها الكتب ويشريو فيها الالات الالكترونيه والعديد من المسائل اللي هي داخله في الثقافه اللي كتهم الثقافه. وهنا لي زاسانسور ديالها باش كيهودوا عندهم. وهالمغازا هي هادي هادي الخوت الناس دايرين الصف باش كيدخلوا وعندها بيبان اخرين من الواجهه الاخرى باش كيسكر الاغاثه في حاله الطوارئ. انا كيف قلت لكم في واحد الفيديو بانه هناك عده مقاهي لكن في هذه المناسبات كيديروا هذا الشيء ديال الكارافان وهذا الشيء اللي بتيت باغاك تذكروني في ايام اللي كنت خدام في اوتيل شيراتون وكانت الاربعاء كان عندنا واحد الفيستيفال كنسميوه الكار بارك كيكونوا فيه البرارك ديال اصحاب الطبخ هذه اسيويه هذه جابونيه تايلانديه اكسترا مغربي اورينتال اكسترا كاع لي نوريتور دي موند. فوالا واحد المنظر جميل هنايا الناس كتجي كتريح. شوفوا يعني اش بغيت نقول لكم الخوت شوفوا الجماعات الحضاريه هنا في هذه البلدان كيفاش كيتعاملوا مع الشعب حاطين لهم هذه الاماكن صايبوها لهم. ما كانش هذا الشيء في واحد الوقت فاش جيت انايا اول مره في 99 ولكن سميتو شوفوا هذيك السيده اش كدير جالسه مع صحباتها وكذلك كدير شويه الحركات. هما الخوت هما مجموعين يعني خرجوا من الدراسه او خرجوا من العمل كيتجمعوا كيريحوا كيشريوا داك الشيء الماكولات ديالهم المشروبات ديالهم وجالسين هانيين ترونكيل ما كاينش شي واحد يبرزطهم. يعني هذه هي الحريه اللي بغيت نقول للخوت شحال هذه كنتكلم عليها هذه هي الحريه وهذه هي سميتو ماشي هذوما الناس اللي كيعيشوا ما عندهمش ولا عندهم ولا عندهم بسيط ولا كيربح اكثر ولا ما سميتو سون باغي ليسونسييل ايل باس ان بون طون. فوالا شوف شوفوا الخوت هما مجموعين ترانكيل وعاوتاني الاخرين هنايا يعني هانتوما شوفوا كيجيو الناس هنا كيتقدا شي حاجه ويجي يريح مع راسو ويشرب ولا ياكل ولا سميتو حتى لواحد الوقيته يمشي لدارو. انا كنت تكلمت واحد القضيه قلت شحال هادي قلت لكم الخوت واحد المساله كنشعر بها انايا وربما غتكونوا متفقين معايا ولا ما تكونوش متفقين معايا. راه ماشي الصالير هو اللي كيحدد المعيشه او العيش كتحس براسك كتعيش. راه كاينين الناس هنايا راه ما عندهم والو كاين الناس ما خدامينش ولكن كيعيشوا. اشنو بغيت نقول نعبر عليه كيعيشوا ولا بغى يمشي لشي بلاصه كيمشي هو حر ما كاينش يعني كيلقى راسو بانه عنده ثقه انه غادي يمشي لواحد المكان ويريح يمشي لواحد المكان بغى يزورو يمشي يزورو. يعني ماشي قضيه انا كنربح مثلا وكيربح جوج المليون في الشهر نو سي با سا كيربح جوج المليون في الشهر ولكن اش كدير بها فين كتمشي كيفاش كتعيش. يعني خصك سميتو ماشي الماكله والنعاس وكنخدم ورانا كنعيش نو هو ملي كتخرج من دارك كتحس براسك كتعيش ملي كتخرج من العمل ديالك وغادي لشي مكان كتحس براسك كتعيش ماشي بالضروره حتى يكون عندك فلوس بزاف. المهم هذا وجهه نظر ديالي انايا. التعاليق ديالكم الله يجزيكم بخير اللي بغى يناقشني واللي بغى سميتو يعني يخلي لنا هادشي في التعاليق.
خليكم على خير الخوت، تبارك الله عليكم، الله يحفظكم.